רואים את עומק ההזדהות שם עם המאבק שלנו. من جديد تثار التساؤلات حول قدرة رئيس وزراء حكومة الحرب بنيامين نتنياهو على توفير الأمن للإسرائيليين بعدما روج لنفسه دائما على أنه جدير بذلك الأمر. تساؤلات تثيرها الأوضاع غير المسبوقة التي يعيشها الإسرائيليون وحالة القلق والترقب في الداخل الإسرائيلي واشتعال كل الجبهات نتيجة السياسات الخاطئة والإخفاقات المتتالية لحكومة بنيامين نتنياهو. فبنظرة سريعة على الأوضاع يتضح مدى الفشل الذريع لجيش الاحتلال في قطاع غزة بعد أكثر من 11 شهراً من الحرب التي لم يحقق نتنياهو أي من أهدافها، سواء تحرير المحتجزين أو القضاء على الفصائل الفلسطينية. وفي الشمال يتزايد التصعيد على الحدود اللبنانية إلى حد قد ينذر بفتح جبهة جديدة على غرار قطاع غزة، بالإضافة إلى دخول الحوثيين في اليمن معادلة الصراع ووصول صواريخهم إلى تل أبيب، وغير بعيد من ذلك الترقب الحثيث لهجوم إيراني محتمل. وفي الداخل الإسرائيلي خلافات باتت علنية بين أعضاء الحكومة وتجاذبات بين رئيس الوزراء ومعارضيه وضغوط هائلة من قبل أهالي المحتجزين وثقة مفقودة لدى عموم الإسرائيليين، خاصة سكان المستوطنات الشمالية الذين أجبروا على النزوح جراء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب عمليات القصف المتوالية بين حزب الله وجيش الاحتلال. وفي خضم ما يواجهه نتنياهو من انتقادات ومشاكل داخلية وخارجية، يلوح رئيس الوزراء بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت إذا وصل معارضة توسيع العمليات العسكرية بلبنان، في الوقت الذي يلمح فيه قائد لواء الشمال بشن عملية عسكرية موسعة ضد حزب الله واحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني، ما يعيد للأذهان حرب 2006. إلا أن الظرف الإقليمي مختلف وقدرات حزب الله لم تعد كتلك التي كان يمتلكها قبل نحو عقدين من الزمان.